المساندة وبدك مع المساندة وضح لينا الأسباب الأساسية. مسألة جد عادية أنه ما كيح ما عندوش شهادة اللي غد كتخولي تبلوم هذا هو ليش كان لما احنا أعطينا الأسباب هي المساندة واحد العدد ديال الإخوان الآخرين الناس الجماهير خصهم يعرفوا بأن راه كاين الأمور اللي هي إدارية ما يمكنش ندخل فيها أنا ما كتعطى فيها لا ديروغاسيون خاص تجي تاخذ ديروغاسيون هنايا في الجامعة حيت كتصيفط هذوك السيفيات ديالهم وتصيفط الشواهد ديالهم لاكاف ما تيقبلوهم.